مروان احد نجوم الفرقه ونجم الفرقه في الفتره ديت، لعيب كان اللي بيروح المنتخب بشكل مستمر. مروان اتكلم مع مستر زوران قال له دي انا شايف ان ديت فرصه عمري، وانت كمدربي ووالد ليا اتمنى ان انت تكون داعم ليا ان انا الفرصه ديت، ويعني اتمنى ان انت تدعمني مع النادي ان هو ما يقفش ضد رغبتي وكده. فما من الكوتش زوران الا ان هو وافق له على يعني ما اداش اي اعتراض. مستر زوران اتكلم معاه كان متخوف على مروان، حتى لما كلمه قال له انا متخوف يعني متخوف عليك من الضغوطات في الانديه الجماهيريه زي الاهلي والزمالك. حتى مروان لما اتكلم معاه او استشاره وكده قال له انا يعني لازم تكون واثق ان انت هتكون اضافه للمكان، مش مجرد ان انا حصل الانتقال او ان انا رحت نادي الاهلي او الزمالك، لازم هيكون عندك مستوى مختلف، دوافع مختلفة، تحديات مختلفة بشكل كبير. فقالوا لازم ان انت وانت رايح لازم تكون عارف ان دي مش نهاية المطاف، دي البداية.